عم نسمع من ليا مخول أغنية يا لبنان. خلينا نقول لها مبروك الأغنية لليا ونستقبلها مباشرة على الهواء ببرنامجنا. ليا مخول صباح الخير. بونجوزن، كيفك؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ الحمد لله، كل شي منيح. أهلا وسهلا فيك. ثانك مبسوطين يو اليوم عم ثانك يو. نسمعك عم بتغني عربي مع أنه أنت معروفة بالغناء الأجنبي، ليش اليوم بالعربي؟ وي ايه، انه كنت صلي زمان عبالي اعمل غني بالعربي. اول شيء الفن كثير كان بيطلبوا مني، بس انا بحب اعمل بروجي، بس عن جد بحس من كل قلبي عبالي اعمله. واجت هيك القصه انه من شي شهر كنت عم بشتغل بالستوديو، عم بشتغل على اونلاين ميوزك، ولقيت لحن كثير حلو، ودغري دغري حسيت انه هيدا لازم اعمله بالعربي. ورحنا على الاستوديو وعملنا بيوتيفول ميوزك، مع هيك سناب شوي في اورينتال تاتشز. سو اتس ماي فيرست سونغ بالعربي، اند ام ريلي ريلي براود، يعني عن جد من كل قلبي اشتغلت عليها. ولانه كان اول مره بغني بالعربي، قلت انه اكيد لازم يكون بالعربي لازم للبنان. يكون للبنان. نعم، للبنان، واكيد for my all my beautiful fans، يعني من لبنان ومن كل الميدل ايست. ليه مين كتب لك اياها للاغنيه وكيف اشتغلت هيك عليها؟ It's very funny، القصة كثير بتضحك شوي، بس بالصدفة هيك صارت انه كنت عم بحكي with my cousin، وكانت عم تقول لي انه ايما انا بكتب عربي اذا عبالك. سو هيك اشتغلنا سوا، وكمان مع امين نجار، my cousin اسمها ديانا الخوري، وامين نجار is my songwriter، هو دايما بيكتب لي my songs in general. فاشتغلنا ثلاثتنا سوا. انا already يعني كان عندي براسي كلمات كان كتير عبالي حطهم، فهيك يعني جمعنا كل ال beautiful words about لبنان. وأكيد لأنه أنا I have my small accent، so جربنا إنه نكتب شيء مثل أنا بحكي أكثر من غنى. يعني أكيد ما فينا غني العربي العربي، ما فيك تغني فصحى بس يعني هذا ال ولا وي بس الكلام كتير بيشبهوني، والغنية كتير بتشبهني، يعني يعني كتير بتحسي انه ما بيلبق لك الغناء بالفصحى ليا، ولا منك مش انه متمكنة بس من الفصحى؟ مش هيك، بس بحس انه انا بس بغني عبال العالم يصدقوا شو عم بقول. فهي بهالطريقة اللي عملتها مع يا لبنان it's very natural، يعني بعرف انه كل العالم رح دغري تصدقني وتعرف انه هاللي انا عن جد هالغنية عملتها in my way. يعني رح نشوف later maybe. هلا اول شيء كثير اكسكلوزيف عنكم، اليوم اول مره الغنية بتنعلى تنزاح. يس، فكثير على بالي اشوف الفيدباك تبع العالم، لانه عن جد عملتها من كل قلبي. و ايه على بالي اعرف. هلا بعد شيء اكيد رح نحن بعد ما يخلص لقائنا نرجع نسمعها كامله للاغنيه. في حال هيدي الاغنيه هيك نجحت ليا، واكيد نحن بنتمنى اكيد من كل قلبنا انه تنجح هيدي الاغنيه، رح تاخدي ترجعي هيدا الخط لإلك بمسيرتك الفنيه؟ رح بتنوعي ما بين العربي والاجنبي يعني ولا؟ يعني انا دائما بقول الميوزك هي سين باسيون، والارتيست اللي هو بيحسه عباله يعمله لازم يعمل، يعني الطريقة اللي هو حابب ياخدها. يعني يمكن بكرة اجا غني غنية بالفرنش، يمكن اجا غني بالانجليش، يمكن ايه غير نهار غني بالعربي بعد. يعني مثل ما كنت عم بقول صارت هيك بالصدفة القصة، عملت لحن ودغري حسيت انه هي لازم اعملها بالعربي. سو مثل انا بحس هيك بشتغل، يعني ما كتير بفكر لبعدين، بحب اشتغل هلا in the moment. يعني ما بنقدر نسألك يعني شو المخطط لبعدين، لأنه أنت بتشتغلي حسب أنت شو بتحسي يس، انه هيك من ورا وحسب الميوزك مودك يمكن ورا كمان. اكيد اكيد من ورا كذا شغله، يعني في كذا سبب يعني بيخلوك تاخذي ديسيجن، المود، العالم، الاحساس، كثير اشياء، وكمان السيتويشن اللي عم بتصير يعني اراوند يو بخليك من ورا الانسبريشن تحكي عن كذا قصص. فا ايه بس أكيد إذا الفيدباك كتير كتير منيح I will do another song بالعربي وبهيدا الستايل اللي هو اللي يا مخول. يعني هيدي الأغنية كمان بتصادف يعني ما قبل عيد الاستقلال، يعني كمان جاية بالوقت المناسب فينا نقول. وي وي، إنه كمان
بس خلصنا البروجي، كنت عم فكر ايمتى بدي نزلها، وكان هلا سون الانديبندونس دي ليبان، فقلت انه اكيد اتس بيرفكت اون تايم، يعني اكيد رح نزلها مثل ميساج لبلدي. نعم. سو وي رح تنزل اوفيشال اون ذا بلاتفورمز اون 22nd اوف نوفمبر، بس من اليوم ورايح رح كذا راديوز رح يلعبوها. ليه حضورك إعلاميا ما عم بيكون هيك بقوة؟ شو السبب؟ عم بتكوني برات لبنان أو شو؟ كتير بسافر، يعني بحب شوف شوي شو بيصير برا أكيد، بس I think إنه مش هيك عملت هالغنية كمان، لأنه ما بنسى إنه بلدي لبنان والميدل إيست، so حابة أعرف شو رح يصير مع هالغنية. وهلأ باي ذا واي I have big news، امبارح نزلتها على السوشيال ميديا، I'm traveling على دبي next week، راح أعمل الأوبننج لجينيفر لوبيز her concert، so كمان it's something really amazing لإلي. So yes, I نعم. have many projects. يعني ان شاء الله دايما هيك بالنجاح. نحن اول ما اعلنا على تويتر انك اليوم معنا على الهواء، عندك فانز من السعوديه ومصر زميلنا شرب الطربي، انه انا اقول لك الرساله لصبيه بتقول انه هي من السعوديه ما عم تقدر هلا تسمع، بس هي من الفانز لليا وصار لها شي 4 سنين، اسمها توتا، ما بعرف اذا ايه بتعرفيها. بلا ما صرنا نعرف الاسامي قد ما عرفت وبتحب تقلك انه هي الاسامي. بتحبك كتير وهي فخورة فيك كتير قد الدنيا، وبتتمنى انه تشوفك قريبا. ان شاء الله، وانا كمان امبارح نزلت على السوشيال ميديا انه اي هاف سبيشال انترفيو معكم على راديو ام بي اس، نعم. واكيد الفانز دايما بيحبوا يعرفوا شو بيصير معي. وعن جد هلا بس حابه اقول لهم انه thank you so much، لأنه هول العالم بيعطوك موتيفاسيون كتير كتير طبعا. قوية، وكل شيء اللي بتعمليه هن وراكي و they push you، so هذا عن جد كتير كتير مهم، ودايما دايما باخد من وقتي تقول لهم thank you. So again thank you بتتواصلي لكل معهم للفانز على أكيد السوشيال أكيد ميديا؟ it's very important لإلي، يعني بحب أكون على نفس الليفل معهم، ما بحب حدا يفكر إنه بالاخر انا مثلهم، I'm a human، so بحب يحسوا هذا الشيء. و I think انه صار لي 6 سنين هلا هيك، ف they know me very well، وباخذ كثير من وقتي كل يوم لاحكي معهم ترد عليهم، لانه بالاخر هول عم بيساعدوك، هول العالم اللي وراك، فلازم قد ما هن they respect you have to respect them، so بحبهم كثير. وعن جد بقول لهم thank you. وبتقولي لهم انك انت متوجهة على دبي لحتى يلاقوكي بدبي؟ يس اكيد، امبارح نزلت النيوز و I know I have many many fans هونيك بالامارات، so اكيد ان شاء الله كل my fans هونيك رح يقدروا يجوا يشوفوني. نعم ان شاء الله ان شاء الله. نحن بنقول لك الف مبروك اغنيتك الجديدة، thank you so much. بحبك يا لبنان، مش هيك بتقول؟ يا لبنان بس نعم. بحبه، يا لبنان اكيد. رح نسمعها نحن كاملة، أنا أول مرة كنت عم بسمعها قبل شوي، فهلأ رح نركز عليها أكتر، رح نسمعها بعمق أكتر وشوف كيف أديتيها. بعرف إنك هيك أديتيها بستيلك، ستيل خاص فيك ليا، Yes. ما Thank هيك you so much. بتتميزي فيه لهيدا الستيل هو اللي إنه بتأدي فيه. يعني مش إنه جربت أعمل شيء جديد، إنه هو هيك عن جد صارت، هيك خصيت الغنية لازم تكون، يكون من الكلام ومن الميوزيك، حبيت أعمل شيء كتير سامبل، شيء بيشبهني، نعم فإن شاء الله رح تحبيها وإن شاء الله كل العالم رح تحبها. نعم وهو المساج عن جد لبلدي، إنه كل العالم تعرف إنه أنا I'm French Lebanese، بس I'm really proud to be Lebanese. وحتى إذا عن جد نحكي كثير على البلد، إنه في كذا أشياء يمكن بيزعجونا، بالآخر I'm really proud وبحب بلدي، طبعا وبعرف إنه في كثير عالم هيك كمان. أكيد. بنتشكرك كثير على الأغنية، رح نستمتع فيها هلا، نحن أترك المستمعين أيضا ميرسي بوكو، يستمتعوا فيها، وأتشكرك كثير ليا مخول، ميرسي وأتمنى لإلك، لك ميرسي التوفيق لكل من كل الفانز. قلبي.
Thank you so much لراديو ام بي اس لهالانترفيو بتعقده. ميرسي للكل عن جد، نحن دائما متابعينك. بتساعدونا عن جد، ميرسي بوكو، تعطونا من وقتكم، وهذا الشيء كثير كثير I respect it very much. اهلا وسهلا فيك، نحن بيسعدنا دائما انه نضوي على كل اعمالك. ليا مخول، شكرا لك وبالتوفيق دائما. اهلا وسهلا. Thank you. يا اهلا، باي باي.